لو عايز تبقى الأفضل لازم تعمل حاجات ما يحبش الآخرين يعملوها أو ما يعرفوش يعملوها. ده كيروش. من شهور قليلة كنت بتسمع عن كليشيهات زي ده ما ينفعش يلعب في المنتخب علشان الدولي غير الدوري، وطبعا سمعت كتير ان لاعب المنتخب لازم يبقى من الاهلي والزمالك علشان دي اللعيبة اللي تقدر تتحمل الضغوط، وطبعا ما ينفعش وما يصحش نلعب من غير صانع العاب، وما ينفعش نلعب غير بخطة 4-2-3-1، دي الطريقة اللي احنا حافظينها في الدوري المصري، وكلام زي المهاجم ما ينفعش يخرج من الصندوق وان المنتخب مش محتاج 4 حراس مرمى، كلام نسفه كيروش وقال عمليا ان الكوره ما فيهاش ثوابت. هي فعلا ما فيهاش ثوابت، بس الفرق بين شخص بيشتغل وشخص بينظر ان اللي بيشتغل بيجرب بحساب وعلم وتخطيط، واللي بينظر بس بيتمنظر.